نروح الامتحان تاني بقى. النهاردة فيه طبعا نصف نهائي اللي هيقام على الأرض المصرية في بطولة أفريقيا ما بين طبعا المنتخب التونسي والسنغالي. هيكون ده في تمام الساعة 6 مساء على استاد الدفاع الجوي. والمباراة التانية ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري في تمام الساعة 9 على استاد القاهرة. طبعا المنتخبات الأربعة عندهم حلم الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الغالي والعودة به للجماهير، بجانب كمان طبعا انهم عايزين، خلينا نقول طبعا انهم عايزين يفرحوا جماهير بلدهم، لانه كمان احنا عارفين ويمكن اتبعنا معاكم ده يعني من خلال اللقاءات انه جمهور الجزائر كمان وتونس بدأوا يسيروا طيارات يمكن ورحلات إضافية من الجزائر وتونس عشان يجوا يحضروا الماتشات النهائيه للمنتخبين، وهم يعني باصين على النهائي وحمل الكاس مش مجرد المشاركه من الاول. وشفنا طبعا الاداء الرجولي لمنتخب الجزائر والمباراه الجميله طبعا لمنتخب تونس مع مدغشقر. هيكون معانا دلوقتي الصحفي محمد جمال. اهلا بحضرتك يا فندم، والناقد الرياضي طبعا. اهلا بحضرتك، صباح الورد يا فندم. صباح الورد عليك، واهلا وسهلا بحضرتك. النهارده بقى يعني مباراتين والاثنين يعني خلينا نقول مباراه صعبه للغايه. هبدا معاك بمباراه تونس وايضا حلم كبير طبعا لتونس الوصول للنهائي، لكنها مباراه صعبه ايضا مع السنغال. يعني فنيا بترجح مين؟ بصوا، المباراتين زي ما حضرتك قلت هم يعني الاثنين كلهم الاربع فرق بالنسبه لهم ده حلم الفوز بكاس امم افريقيا. وبعدين الفرصه مش هتيجي كتير جدا للفرقه دي او للاربع فرق ان هم ممكن ان هم يبقوا متواجدين في نصف النهائي مع بعض. يعني انا شايف ان البطوله كانت كويسه جدا على الرغم ان هي فنيا مش الاعلى، لكن برضو يعني كانت بطوله جيده في مصر. شايف مباراه تونس والسنغال اعتقد هتبقى مباراه قويه جدا بعد الاداء اللي قدمه منتخب تونس قدام منتخب محترم زي منتخب مدغشقر. منتخب مدغشقر ما كانش منتخب سهل عشان تونس تفوز عليه 3-0. اعتقد ده طبعا كان منتخب قوي جدا، منتخب قدر يكسب نيجيريا 2-0، قدر ان هو يطلع كونغو الديمقراطيه، منتخب كان جيد. لكن انا اعتقد ان منتخب تونس الفوز ده هيديله ثقه كبيره جدا، 3-0 على منتخب كان الحصان الاسود في البطوله، اعتقد ده شيء كان جيد جدا. اعتقد برضو ان منتخب تونس قدر يستفاد بشكل كبير جدا بالمراحل اللي مر بيها خلال البطوله. طبعا حضرتك متابع وشفت ان في دور المجموعات كان في مطالبه برحيل ألان جريس، ثم اول ما تونس خرجت غانا بقى في مطالبه ان الراجل يكمل ويشوفه هيعمل ايه. طلع مدغشقر بفوز بثلاثيه، اللعيبه اكتسبت ان هي يعني خلاص اكتسبت الثقه. لا، حتى الجماهير التونسيه ما كانتش متوقعه ان الاداء هيتغير كده يعني. بالظبط، وانا انا شخصيا تحدثت مع الراجل في وقت الانتقادات. الراجل قال انا بتفاهم الانتقادات، عارف ان تونس جاي عشان تفوز باللقب وواثق ان الانتقادات دي كلها في مصلحه المنتخب. يعني الراجل قدر يحول الانتقاد لشيء ايجابي، وده حصل وشفناه في مباراه مدغشقر. طبعا السنغال على العكس بقى اللي حصل مع جمال بالماضي، طبعا الجزائريين سعداء بيه جدا، وواضح ان الراجل عامل شغل كويس جدا. هنتابع محرك طبعا المباريات ونتائجها النهارده، وبشكرك شكرا جزيلا. وطبعا المصريين بيشجعوا الجزائريين والتوانسه النهارده. الاجابه النهارده تونس والجزائر الاثنين مع بعض.